مدنية وتحضر، ليس كما كان يصور لنا أعتقد أبنا وكما أبنا. نعم بالتأكيد مشاهدينا الكرام، الآن في هذه اللحظات يرفع أذان صلاة المغرب هنا في وادي عبيدة، وتقبل الله صيامنا وصيامكم وصيام الجميع. عادي نفطر ونتحدث يعني. واصل الحديث شيء. أهم القبائل الحالية هي قبيلة التمر. واصل يا على فكرة احنا سمعنا اخبار انه في صنعاء الذي يوزع الان التمر ولا في الشوارع بيعتبروهم الاشياء يعني اصبحت الى هذا الحد انه مصدر شبهة. الاخبار مؤكدة حيث ما قرأنا في بعض المواقع انه اعتقلوا الشباب لمجرد انهم وزعوا التمر في الطرقات او كذا، مع انه انا هنا مش انا من عند الطرقات. محمد عن تجربة الان في مارب مربى، انا يعني صراحة انذلت بمارب. لم زي ما قال زميلان انه شوهت بشكل متعمد. وجدنا ناس متمدنين، ناس يعني قبائل يعني الاثار هذا زي ما قال كان هدف سياسي اكثر منها هدف يعني. بطبيعه الانسان يحب التمدن والاستقرار، ما يحب الثار والملاحقه والمضاربه. ولهذا ما سكنوا الناس في مارب من زمان الا لوجود الماء، وجود لجل يستقروا. خصوبة الارض وتوفر الماء. فوجودهم في هذا المكان مش من اجل الثار ولا من اجل يعني وضع الملاحقه ووضع الانتقام. ايضا وجدنا انه المدينه مارب ترفد الخزينة الدولة يمكن بأهم المصادر موجودة فيها. نعم مصدر الطاقة. وإذا وجدت معهم 2 كيلومتر هذا الحضارة اللي وصل لهم، التطور الذي وصل لهم من الدولة 2 كيلومتر مكسرة أسفل، مع أنها ترفد خزينة الدولة يعني ثاني محافظة أو 70% أو 60% كما يقول خزينة الدولة. البترول من هنا، الغاز من هنا، الفواكه من هنا، الزراعة موجودة هنا. بلد خير، بلد منطقة يعني حرام انها تظلم. يعني ما هي الثروات اللي كانت موجودة في حتى عشان تتطور، وما هي الثروات اللي موجودة هنا في مارب عشان تهمل. حتى هذه افضل منطقة في صنعاء. اذا مشاهدينا الكرام، اشكرك دكتور، يعني مشاهدينا الكرام نتمنى ان نكون قد نقلنا صورة عن الحياة هنا ورمضان هنا في وادي عبيدة، وبعض العادات والتقاليد هنا في هذا الوادي الخصيب والجميل. نلتقيكم في إفطار قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.